هل دفع بنا التوق لحياة أفضل إلى علاقة غير عادلة مع الطبيعة؟ ارتفع متوسط درجة حرارة العالم بمعدلات غير مسبوقة مقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية. العلماء يحذرون من موجات حر قاتلة ويترقبون أعاصير وتقلبات جوية خطيرة. الحديث حول الانبعاثات الكربونية بات جدياً. لا يوجد وقت الآن إنه الدول أو العالم يتباطأ في هذه الحلول، وإلا موارد الكوكب ستنتهي، الإنسان سيتأثر، وبالتالي لا نعلم ماذا الأجيال القادمة سوف تجد. يتفق العالم ربما إن الاحتباس الحراري بات قريباً من الخروج عن نطاق السيطرة. ينذر هذا بكارثة كبيرة. We know that the change in temperature that could happen would be disastrous for us, for our children, our children's children. So we all feel the urgency to address this problem. هل فقدنا السيطرة؟ وهل يمكن تفادي نتائج نشاطنا على هذا الكوكب؟ إذا ما ارتفعت درجة الحرارة بواحد ونصف في المئة خلال 20 عاماً المقبلة، فالعواقب كارثية. لأن الموضوع ليس درجة حرارة فقط، الموضوع أنه الاحتباس الحراري له دور كبير جداً في عملية الأمن الإنساني، يعني يهدد الأمن الإنساني. نظرياً هناك أمل لكبح درجات الحرارة بشكل كبير إذا ما تم الالتزام بالهدف طويل الأمد وبالوصول بالانبعاثات الكربونية إلى صفر منتصف القرن الحالي. عملياً نتجه إلى ارتفاع درجة الحرارة نحو 3 درجات مئوية، إذ إن تعهدات دول العالم غير كافية لبلوغ الهدف المنشود. Global warming is happening. And that unless we take action immediately, we will get to that point of no return. We'll need to live with a very different world. The jury is still out on which solutions are going to be the best, but it will be very difficult for that transition to happen, you know, on a short timescale, just because of all of the things that we're not capable of doing at this point in time. في السعودية الصورة تبدو مختلفة. أعلن منتج النفط الأول في العالم عن خطة يلتزم فيها بصفر انبعاثات كربونية عام 2050. في الوقت نفسه أكدت الرياض على أن أمن الطاقة ومعالجة مشكلة التغير المناخي يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب. We know that we have to do it. So let's do it. ارتباطنا في منطقة الجوف في الأراضي الزراعية وفي منطقتنا هذه بالأخص ارتباط جذري. لما نمشي بين أشجار الزيتون هنا نحس أنه واحد من المحيط الأساسي فينا، حتى أننا نحس أنه واحد من عائلتنا. الأرض هذه زرعوها الآباء والأجداد ونهتم فيها كثير، بيننا وبينها ارتباط حسي كثير. جايز شاب سعودي أكمل تعليمه عبر برنامج الابتعاث في أستراليا. بعد عودته للجوف حصل جايز على فرصة للعمل في مشروع من مشاريع الطاقة المتجددة في بلد يوفر 10% من الإنتاج العالمي للنفط ويستحوذ على 70% من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية عالمياً. شهد جايز مؤخراً حدثاً مهماً. نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي، لوضع خارطة الطريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة. إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط،
بل على الاقتصاد والأمن. ومع ذلك نحن نعي أن التغيير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص والتي ستحفز مبادرة الشرق الأوسط والأخضر لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة. تستهدف السعودية الوصول بحصة الطاقة المتجددة والغاز لتشكل 50% من احتياجاتها من الطاقة محلياً عام 2030. المملكة هي من تصدرت العالم ومن تقود ملف المناخ الآن. لماذا؟ في العالم كله وليس على مستوى الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية هي من حققت أول تحالف على أرض الواقع على مستوى الشرق الأوسط مع الدول التي تشترك في الالتزام البيئي. اثنين، المملكة العربية السعودية هي بهذه المبادرة عملت ما يسمى بمنصة رأس المال والمعرفة، يعني معناته أنه جمعت الاستثمار مع التقنيات، لأنه عشان نكافح المناخ لابد أن يكون لدينا تقنيات لهذا الموضوع. ثلاثة، المملكة هي من عملت ما يسمى بدبلوماسية المياه. أكوا باور شركة سعودية تعود ملكية 44% منها للدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة. تساهم الشركة في تسريع عملية التحول في قطاع الطاقة عالمياً بأصول تتجاوز 67 مليار دولار وانتشار في 12 دولة. التغيير المناخي اللي احنا اليوم نشهده في العالم كله هيكون له تأثير سلبي كبير على موارد المياه. وشركة أكوا باور الحمد لله منذ عملت من 2004 إلى اليوم طورت القطاع التحلية تطوير جدا جدا كبير. تنتج السعودية 22% من الإنتاج العالمي للمياه المحلى. يستحوذ هذا الإنتاج على 15% من الطلب المحلي على الطاقة. مؤخراً تنبهت الرياض لضرورة تطوير نموذج جديد لتحلية المياه. هذه هي رابغ 3، محطة جديدة تنتج 600,000 متر مكعب من المياه المحلى يومياً على الساحل الغربي. محطة تعمل على تقنية التناضح العكسي، وهي تقنية صديقة للبيئة بحيث أنه استهلاك الطاقة الكهربائية قليل جدا مقارنة بمحطات التحلية الحرارية التي تستهلك طاقة كهربائية أعلى. استهلاك الطاقة أقل 75%. يعني على سبيل المثال للحصر أنه محطة مشروع رابغ تحقق 3 كيلو وات ساعة مقارنة بمحطات التحلية الحرارية حوالي 14 كيلو وات ساعة. فلك أن تتخيل يعني الفرق في الحفظ في الطاقة الكهربائية، وبالتالي حرق الوقود، ولن يكون هناك أي انبعاثات كربونية من المشروع. بلغت تكلفة إنشاء رابغ 3 700 مليون دولار. ضمتها أكوا باور لمحفظة استثماراتها في قطاع المياه، إذ تنتج الشركة 6,700,000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً داخل السعودية. أكبر محطة في العالم وأفضل كفاءة محطة في العالم اليوم تعمل، يعني شركة زي رابغ اليوم حقت التحلية اليوم يشغلها 39، هذه كان يشغلها بنفس الطاقة 1,800-1,900 موظف. اليوم تتكلم عن تقليل التكلفة، اللي كان التكلفة حقته الإنتاج المتر المكعب كان ب3-4 دولار، اليوم تتكلم عن أقل من 40 سنت. هذا ليش؟ لأنك قللت التكلفة، حيكون دول كثيرة في العالم اللي ما كان ممكن تستخدم التقنية التحلية اليوم قللت تكاليفها بيقدرون العالم، وهذا صار مصدر مستدام. خفضت السعودية العام الماضي 28 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تحلية المياه، تمثل 22% من المستهدف عام 2030. تدريجياً يتم إحلال محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي مكان محطات التحلية الحرارية، كما يتم العمل على تطوير تقنيات لامتصاص الغازات المنبعثة من المداخن والاستفادة منها. اختيار التصميم في شركة رابغ الثالثة كان اختيار فريد ومميز، بحيث تترابط جميع وحدات الإنتاج
والاستفادة من الطاقة الكامنة في الرجيع، وكذلك أنه نسبة الاستخلاص العالية من مياه البحر مقارنة بالتقنية التناضح العكسي الأخرى التي يكون فيها نسبة الاستخلاص أقل من مما هو موجود في شركة رابغ. كأرقام أعطيك أخ عقيل أنه الآن إحنا 40% نسبة استخلاص لمياه البحر، بينما في محطات التناضح العكسي الثانية تقريبا نسبة الاستخلاص تصل إلى 35%. تحد هذه الكفاءة من الآثار المضرة بالبيئة البحرية المحيطة، تحديداً في معالجة المياه الرجيعة، وبالتالي لم يتأثر نشاط الصيادين على الساحل بشكل جوهري. هيا روح يا محمد قدامنا، روح يا محمد فك الغطاء ذاك اللي فوق وتلقى الكلاب طلعه ورميه. لي في الصيد 40 سنة. قبل 40 سنة ما في تصريح، ما في أي حاجة، متى وضغيت البحر تطلع، وكان مرسانة البقيلة. بعد جات أرامكو حولونا للثرج، بعد ما كثرت المنشآت الحكومية تحولنا للخرار هنا. الآن تطلع 3 أيام يومين، معادل صيد يوم واحد في الأيام السابقة. So I think the pressure on fisheries over the whole world, you know, is very evident. The number of fish that are being caught in a sustainable way is decreasing with time. In Saudi Arabia, there are a number of marine protection areas that are being established, and our faculty are working with MIWA to look at where is the best place to put these marine protection areas to allow fish stocks to recover and grow. لكن الزمن الأول ليش موجود كثير؟ ما في استهلاك كثير. الصياد يمشي على رجله ويشيل السمك، لكن بحيل سيارة حط فيه حملة لو نشيل نعم. على الرغم من تنامي النشاط الصناعي على سواحل رابغ، لا تزال مهنة الصيد صنعة تورث للأجيال. أنا شايف حفيدك طالع معاك اليوم، تأخذ معاك على طول في طلعات الصيد؟ يطلع معايا في، أنا أعلمه زي هذا، أعلمه لمزارة المهنة. تعلم السباحة أولاً، ويتعلم الغوص، ويتعلم مهنة جد وأباه. إيش رأيك دخول البحر والصيد؟ ممتع صراحة. كيف؟ تأخذ راحة وتصيد وتجيب رزق. تتنازع التنمية الصناعية عادة مع أهداف المحافظة على البيئة، إلا أن العالم بدأ يسن ضوابط جديدة قد تحد من الإضرار بالطبيعة. ومنذ بداية نشاطها في رابغ، كان لأكوا باور دور مجتمعي آخر بإنشاء المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء. حامد كانت له فرصة في المعهد. طبعا الحمد لله، أنا بعد ما انتهيت معهد البكالوريوس في الجامعة، طبعا حاولت التحق بسوق العمل، حاولت أدور لي على وظيفة يعني مناسبة لتخصصي، بحكم إني متخرج بامتياز قالوا الفرص كبيرة قدامك. بس للأسف السوق طلع فيه اكتفاء، يعني ما في أي وظائف جديدة للسوق. فحاولت التحقت بكذا شركة، ما كانت صراحة الأمانة زي ما أنا متخيل يعني. فبعد كذا جاء التقديم على المعهد، وكان من ضمن التخصصات المطروحة الطاقة المتجددة، فقدمت عليه الحمد لله. فلما جاني القبول وقعت عقد مع شركة، هي شركة أكوا باور. يغذي المعهد مشاريع الطاقة وتحلية المياه في السعودية. تخرج من هذا المعهد أكثر من 6000 طالب حتى اليوم.
بالإضافة للدبلوم، يقدم المعهد برامج ودورات تدريبية منها ما تم تصميمه لخريجي البكالوريوس الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل مناسبة، بهدف إعادة توجيههم لدخول قطاع الطاقة المتجددة. من أهم ميزات المعهد عندنا أنه نخصص برامجنا على حسب احتياجات سوق العمل بالتعاون مع شركائنا. فبيننا وبين الشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة تعاون في بناء هذه المناهج، ومن ثم نرسلها إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني للحصول على الاعتماد. ولا تقتصر برامج المعهد على الطلاب فقط، حيث أطلق المعهد برنامجاً للسلامة الصناعية وهو موجه للطالبات. جامعة كنا ندرس أشياء بيسيك وما كان في تطبيق العملي، بحكم تخصصي كان كله عملي، فما كانت متوفرة الإمكانيات. كنت في جامعة لسه ناشئة في رابع، فما كان في الإمكانيات اللي ندخل فيها تطبيق العملي. بس لما درست في المعهد يعني درسنا 10 أسابيع مكثفة وفي تطبيق عملي جينا، يعني كان في أرض الواقع، وحقيقي يعني طبقنا كل المعلومات اللي أخذناها على أرض الواقع، عشان كده حسينا إنه خلاص رسخ في عقلنا وثابت، وإن شاء يعني صرنا قادرين ومؤهلين إنه ندخل سوق العمل وإحنا يعني بكامل أجهزيتنا إن شاء الله. تولي أكوا باور المعهد أهمية كبيرة وسط فترة تحول تعيشها السعودية لتنويع مصادر الطاقة. ما عاد إحنا اليوم ننظر إلى اكتفائنا الذاتي. في المملكة الحمد لله صار عندنا قدرات وإمكانيات، وأنتم عارفين كل هذا اللي احنا شايفينه الحين اللي جاي اللي الآن اللي احنا فيه واللي جاي إن شاء الله في المستقبل كلهم برامج الرؤية، وهذه رؤية 2030. واليوم الطاقة تحدي لكثير من دول العالم، وأيضا تحدي لتحويل الطاقة من طاقة اعتيادية إلى طاقة الخضراء، ولكن أيضا الحمد لله فرص كبيرة لنا في المملكة، لأن احنا عندنا القدرات والإمكانيات وعندنا المصادر المحلية اللي احنا إن شاء الله نسويها. وتعتقد الشركة أن دورها في إيجاد الفرص للشباب هو دور اجتماعي تلعبه الشركة في المنطقة. من يوم ابتدينا المعهد كفكرة أنه نركز على أهم محتوى وهو الإنسان. ينتظر حامد يوم التخرج، يتذكر قريته ويفكر كيف سوف يسهم في تنميتها. طبعا عندنا المزارع في القرية تقريبا يعني ما عندها مصدر كهرباء، خطوط الكهرباء احيانا تكون بعيد عنها، فنظام السولر هذا انا اقدر اصنع منه نظام يسمونه الاوف جريد سيستم، نظام مستقل اركب بي في عندي في المزرعه، اغذي الاحمال عندي طول اليوم، يصير يعني خلاص الكهرباء قدني، يعني زي ما يقولوا خلاص اوف جريد سيستم مستقل يعني عن شركة الكهرباء. للأمانة في شخص جدا طموح وشخص يعني انا اخذ منه يعني الهام احيانا، هو خالي طبعا، فكان يقول لي دائما اذا انت ان شاء الله صرت فني طاقة متجددة اول بيت ركب فيه هو البيت تبعي. ذي الكلمة لسه لحد الان تضرب في اذني، يعني ان شاء الله لحد ما اخلص فبإذن الله نسوي له الشيء. يشكل التوجه السعودي نحو مصادر الطاقة المتجددة نقطة تحول جديدة في طريقة حياة مواطني أكبر منتج للنفط في العالم. وعلى الرغم من الجدل الذي دار خارجياً حول جدية هذه المشاريع، تخطو الرياض بثبات ضمن برنامجها الوطني للطاقة المتجددة. So for me, coming from Europe, being here in Saudi Arabia, it's very interesting to see the changes that are happening in the country. I've been here now for almost 7 years, and when I compare Saudi Arabia 7 years ago to Saudi Arabia now, I can already see a lot of changes that have happened. And also, I mean, when you look at the Vision 2030, a clear goal to introduce a lot of renewable energy generation here in the kingdom. So what you don't have in the kingdom yet is, for example, the industry that contributes to the manufacturing, for example, of solar PV modules. But when you look at the situation worldwide, then most of the solar industry is now in China. Nevertheless, there is still a huge potential to, for example, localize industry here in the kingdom, which deals with manufacturing of panels and also with installation, maintenance and operation of PV farms.
في عام 2019 عدلت الرياض من حصتها المستهدفة لإنتاج الطاقة الشمسية لتبلغ 20 جيجا واط في 2023 و40 جيجا واط في 2030 مقارنة مع إنتاج متواضع عند 2 ميجا واط في 2010. مشروع سكاكا كان أول مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. خلق هذا المشروع بلا شك قيمة مضافة لسكان الجوف شمالي السعودية. تتيح للشباب الوظائف بمنطقاتهم وعندها ليهم، وثاني شيء مصدر رزق بدل ما الواحد يروح مثلا للرياض ولا الجدة ولا للجنوب ولا يكون عمله قريب من أهله. هذه أضافت لنا شيء كثير، حيث أن الواحد وجد في المنطقة اللي هو متربي فيها وترعرع فيها الوظائف ولا الأماكن اللي في شغفه أنه يعمل فيها. تبلغ سعة مشروع سكاكا 300 ميجا واط، ويتكون من 1,200,000 لوح شمسي تمتد على 6 كيلومترات بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار. وفازت أكوا باور بعقد المشروع بعد تقديمها سعرا قياسيا للتعرفة. الشركة كان لها برنامج قوي في تدريب وتأهيل الشباب من بداية المشروع إلين ما اكتمل وانتهى إنشاء المشروع. الحمد لله اليوم نتكلم معك بعد سنتين من تشغيل المشروع، المشروع يشغل ويصون بفريق سعودي كامل 100%. وبعد إطلاق مشروع سكاكا أعلنت السعودية عن 7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في مناطق مختلفة. هذه المشاريع ستمد أكثر من 600,000 منزل بالكهرباء بطاقة إنتاجية تتجاوز 3,600 ميجا واط. So Saudi Arabia is a very attractive place for solar energy generation simply because you have more than 2 times the solar radiation here in Saudi Arabia than you have for example compared to other places in the world like Europe. Secondly, you have large areas available that are not occupied that can be used for solar farms. And then the weather is very, very predictable. The weather in Saudi Arabia, well, it's very often or almost all the year very, very sunny. So it's very predictable. So also the costs that you have for the electricity generation can easily be forecasted, and as can be the whole electricity generation that you get, for example, from a solar park. I'm hopeful that at some point we will be able to cover 100% of electricity generation with renewables. One problem that we still have with renewables is energy storage. So there's the component of energy generation, of electricity generation, which we already do actually quite well. But then there's a second component, which is energy storage, which becomes very, very obvious when you think about solar. Because solar is only there during the day, so you can only generate the electricity during the day. So somehow, of course, you need to store the energy that you can also have energy during the night. وبالتوازي مع النمو في عدد مشاريع الطاقة المتجددة، يبدو أن السعودية تعمل فعلاً على مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الصناعة. لا تنسى الحمد لله صار عندنا قدرات وإمكانيات عقيل اليوم الحمد لله في أكوا باور، إنه الطاقة المتجددة اليوم الشمسية يكون عندنا تخزين. وشوف الآن مشروع البحر الأحمر اللي هو أكبر مشروع سياحي في العالم، أكبر مشروع ترفيهي في العالم، أكبر مشروع في جودة حياة في العالم، أنه يكون بالطاقة الخضراء، طاقة شمسية، ولكن أيضاً أكبر مشروع تخزين للطاقة في العالم. The oil industry have been like creating lots of jobs. Do you think that renewable energy will be able to create similar jobs in the economy? I think that the oil industry will continue to generate a lot of jobs. Indeed, if you look at the shift that is searched for by Vision 2030, oil to chemicals technologies are expected to create over 1 million jobs in the next decade. And that's directly related to oil. Next to that, obviously, every new company that can work with renewable energy is going to generate a very large number of jobs, and in many cases, highly qualified jobs, which is what every country wants, right?
فاليوم دائما التنفيذ أسرع من التخطيط، وهذا الحمد لله محفز إن احنا حنشوف المناخ اليوم جودة الحياة في المملكة هي أساس من برامج الرؤية. ومن أهم الأشياء في جودة الحياة اللي هو موضوع المناخ، موضوع التلوث وموضوع جودة الحياة جزء منها مهم. عشان كذا المملكة تعمل ليست عشان الخارج، تعمل عشان الداخل، وعندها مبدأ وعندها يعني استراتيجية بإذن الله تكون عامل محفز للعالم كله. تشكل مشاريع الطاقة المتجددة جزءاً من التزام أكبر تحرص عليه الرياض، التي أطلقت مؤخراً مبادرة السعودية الخضراء ورصدت لها 700 مليار ريال، وأعلنت عن 60 مشروعاً ضمن هذه المبادرة حتى تحقيق الوعد الأخضر وبلوغ هدف الحياد الصفري في 2060. صدق وأنا أصور هاليومين في مشاريع الطاقة المتجددة أتذكر الصور اللي كنت أشوفها حق الناس اللي طلعوا البترول، صوركم تروح تكون نفس الشيء يمكن بعد 20 سنة 30 سنة. ربطت بنفس الموضوع، يعني تذكر فعلا بدايات البترول مشابه البدايات هذه.